اهلا بيكم حبايبي. النهارده يا رب تكونوا بخير. احنا بقى النهارده ان شاء الله هنعمل لكم حاجه كده جميله وحلوه وسهله وطعمها لذيذ. النهارده ان شاء الله هنعمل المخروط. ادي الدقيق بتاعنا نخلناه، اي دقيق كميه انت عايزاها، تعملي 2 كيلو كيلو الكميه اللي انت حابه تعمليها هتعمليها. انا دلوقتي طبعا نخلت الدقيق، ولازم نحط له يا جماعه ملح. لو انت هتعملي الملح اهو حوالي معلقه كبيره من بتاعه الاكل، لو انت هتعمليها بشوربه هتحط لها ملح، لو انت حابه تاكليها بالسكر هتحط عليها معلقه سكر او بالزبيب السوداني. ادي كده اهي، ادي الدقيق، وهنقلب بقى فيه الملح بتاعنا، وهنعجنها بميه عادي خالص. المخروطه او المسروده او الدوسيه كلها اسامي، لكن كلها عجينه واحده. ممكن تعجنيها بميه فتره، ميه من حنفيه، انا هعجنها بميه من حنفيه، والعجينه بتاعتها بتكون الميه بتاعتنا ملهاش مقدار يا جماعه، احنا بنفضل نحط الميه شويه شويه بحيث ان احنا عايزين العجينه تكون يابسه شويه او جامده شويه مش طريه عشان نقدر تشكل معانا. انا كده يا جماعه لميت الدقيق اهو، شايفين العجينه ناشفه ازاي، ولازم طبعا تتعجن كويس لغايه لما تبقى ناعمه. انا هفضل اعجن فيها اهي، العجينه بتبقى ناشفه مش طريه، انا هفضل اعجن فيها كويس لغايه لما احس ان العجينه بقت ناعمه في ايدي. هي بتاخد طبعا وقت، فانا ان شاء الله هعجن فيها وهرجع لكم تاني ان شاء الله. ودي يا جماعه شايفين العجينة اهي، بعد ما لتناها جامد عشان تبقى ناعمة ازاي وجميلة، دلوقتي بقى هنقطعها عبارة عن كور صغيرة، مش هنكبر الكور اهي شايفين، مش هنكبر الكورة قوي، بحجم البرتقانية الصغيرة اهي شايفين اهي. وهنرص كده، نعمل كمان واحدة ولا اتنين. حجم البرتقانية الصغيرة اهي، اهي هنعمل كل العجينة بتاعتنا كلها كده، وهنسيبها تستريح ربع ساعة كده، وهنشوف هنعمل ايه بعد كده ان شاء الله. وده يا جماعة خلاص كده خلصنا الكمية بتاعتنا اهي، زي ما انتم شايفين قطعناها عبارة عن كور صغيرة ورشينا عليها دقيق. دلوقتي هنغطيها ونسيبها حوالي ربع ساعة تستريح عشان لما نيجي نفردها تبقى سهلة معانا ان شاء الله. بعد ربع ساعة نوريكم هنعمل ايه. كده يا جماعة العجينة بتاعتنا استريحت حوالي ربع ساعة، فجبنا المكنة هنعمل بيها، ظبطناها على ستة. بسم الله الرحمن الرحيم اهي شايفين المكنة. طب نفرض ان احنا ما عندناش مكنة، لو عندك نشابة هنعمل بيها، لو عندك اللي هي الفريرة، بس لازم العجينة يا جماعة تبقى كلها دقيق، بتحتاج دقيق. هنحطها كمان مرة طول ما انا بشتغل بحط دقيق، ما بتاخدش ثواني المكنة بصراحة، اسرع من الفريرة. حطي تاني لو عايزاها خفيفة اكتر من كده اهي، شايفين عاملة ازاي ما شاء الله. لو انا عايزة اخف من كده ممكن اعملها مرة كمان، بس انا شايفة ان هي كده كويسة، بس انا في حتة لقيتها مش مفروضة كويس، هفردها تاني واحط لها دقيق تاني. نظبطها بس على المكنة اهي يا جماعة شايفين، حطي دقيق طول ما انت شغالة، حطي دقيق اهي
شايفين هاي، شايفين يا جماعه عامله ازاي؟ ما شاء الله جميله جدا. وطبعا هفرد، انا بعمل دلوقتي بالليل، ولو انا مستعجله هشغل المروحه، مش مستعجله انا هركنها للصبح ونشوف هنعمل ايه فيها ان شاء الله، وهوريكم انا فردها ازاي باذن الله. بصوا يا جماعه، لو العجينه دي لقيتيها كبيره وهتبقى طويله جدا معاكي، احنا ممكن من اولها نقطعها بالسكينه اتنين كده ونفردها ونروح عاملينها معانا كده اهي. شايفين؟ عشان ما تتعبكيش نعملها تاني، بتي اريح من العجينه الكبيره، لقيتها اريح من العجينه الكبيره. شايفين اهي خفيفه جدا ولقيتها اريح اهي يا جماعه، نشوفها مع بعض اهي. لقيتها هشوف حتى العجينه الصغيره مع الفرد بتبقى حلوه جدا اهي اهي. شايفين؟ طب نفرض ما عنديش المكنه، ممكن افردها بالنشابه، افردها بالفريره، دي اسمها فريره اهي، ممكن افردها بيها على المطرح يعني، دي او دي او المكنه. فانا طبعا عندي المكنه، فانا هستسهل المكنه واشتغل اهي. انا كده بصوا العجينه قطعتها اتنين، لقيتها كبيره جدا وبتبقى طويله معايا وصعبه عليا. ممكن ابنك او بنتك الصغيرين، احفادك يساعدوكي. انا شايفين اهي، شايفين عامله ازاي؟ خفيفه جدا، ممكن لو عايزه اخف من كده اعملها. شايفين ايدي باينه منها؟ انا دلوقتي وريتكم يا جماعه اللي احنا فردناه بالمكنه، فردت جبت ملايه نظيفه وفردتها على السرير او على الارض مطرح مكان. انا مش مستعجله عليها، انا هسيبه لغايه كده الصبح فردها لغايه لما ينشف. لو انت مستعجله ممكن تشغلي المروحه عليه، او عندك شمس تفرديها في الشمس، لكن انا قلت اعملها بالليل واسيبها للصبح، وان شاء الله الصبح هنشوف هنعمل فيها ايه. شايفين؟ اما بتكون في حجم الجماعة الليمونة بتبقى حلوة قوي، حلوة جدا جدا. شايفين الخفية بتاعتها عاملة ازاي؟ وشايفين عاملة ازاي؟ جميلة جميلة جميلة. احنا كده يا جماعة تاني يوم الصبح اهيش زي ما انتوا شايفين مفردينها، شايفين عامله ازاي؟ فهنشوف دلوقتي، بص اهي نشفت، فدلوقتي هنلمها ونقعد نكسرها، وهنكسرها تكسير عشوائي كده ان شاء الله. شايفين زي الرقاق ازاي، او زي الجلاش تحفه، هنكسرها ونوريها لكم ان شاء الله. كده بقى بعد ما العجينه بتاعتنا نشفت بدانا نكسرها اهو زي ما انتوا شايفين كده. كسري عشوائي يا جماعه ما فيهوش مشاكل، واحفادي كمان قاعدين يكسروا اهو يساعدوني، مصطفى وجودي عمالين يكسروا. احفادي بتكسري حلوه يا جودي، وانت يا مصطفى ماشي، يلا كسروا تكسير عشوائي. وبعد ما نكسرها ونخلص تكسير هنشوف هنعمل ايه تاني ان شاء الله، بعد ما نكسرها كده ونخلص كميتنا كلها. دلوقتي بعد ما كسرنا كل الكميه طبعا لازم ندخله عشان ننزل الدقيق اللي فيه، عشان مع التسويه الدقيق دوت ما يعجنش. معايا ادم حفيدي اهو بيعمل معايا ويساعدني، يلا قدومي. ومصطفى كمان عايز يساعد، ما شاء الله ما شاء الله. ننزل بقى الدقيق دوت اهو،
دي طبعا لازم ننزله يا جماعه عشان ما يعجنش في قلب لما نيجي نسويه. احفادي بيساعدوني ازاي. يلا يا جود انت كمان يا جود ساعدي تيتا. يلا شايفين ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. يلا يا جود وكمان لولي كمان هتساعد تيتا. يلا يا لولي شاطره ما شاء الله عليكم، الله اكبر ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، شاطرين شاطرين. احنا دلوقتي حطينا في القماشه نظيفه، طبعا بيكون عندنا قماشه نظيفه ومولعين على الميه وهنولع عليه وهنشوف مع بعض واحنا مولعين عليه النار كده. خلاص احنا حطينا الميه بتاعتنا اهي وتسخنت وغليت، هنحط عليها المصفى بتاعتنا المصفى وفيها اهي شايفين اهي، وهنسيبها لغايه نص ساعه ونشوفها اهي. هنغطي عليها كده كويس، لازم الميه تكون اقل من نص الحله شويه، تكون الحله مقاسها كبير عشان الميه ما توصل لهاش وتعجنها. وهحط مصطفى ولا ايه؟ انا دلوقتي بقى لها نص ساعه فهشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. دي كده بقى لها نص ساعة، طبعا لسه محتاجة حوالي ربع ساعة كمان وتتقلب. هجيب اللي تحت على الوش وانزل الناشف ده شوية تحت شوية وهسيبها ربع ساعة كمان. انا كنت بقول نص ساعة لكن هي هتحتاج اكتر من نص ساعة، فهنشوفها ان شاء الله بعد ربع ساعة كمان. احنا كده هنشوف بقى بتحب تختبريه بنختبره ازاي. بصي اما تخبطي كده تحسي ان حاجه بترن، دي الرنه دي كده معناه ان هو استوى. هطفي بوتاجاز دلوقتي وهنشوفه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بصراحه والامانه يا جماعه خد حوالي ساعتين لان انا حطيت كميه كبيره والمصفى كانت صغيره عليه فخد الوقت ده كله، لكن الطبيعي لو انت عملتي كميه صغيره بياخد من نص ساعه لساعه الا ربع، بس ده خد ساعتين لان كانت كميه كبيره جدا والمصفى طلعت صغيره عليه فخد الوقت ده. دلوقتي كده ان شاء الله هنشوف هنعمل فيه ايه ونشوفه مع بعض. احنا كده اهو فضيناه زي ما انتم شايفين، بس لازم نسيبه يهدى شويه مطرح التسويه. فاهو شايفين مطلع بقار، فهسيبه يتهوى شويه وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ان شاء الله، بس يهدى شويه من السخونيه بتاعته دي ان شاء الله. دلوقتي البرد معانا فهنحط عليه اللبن. اللبن انا جايبه لبن وحطيت فيه شويه فانيليا وشويه ملح صغيرين، معلقه الشاي، وهنبتدي نبس بيه المخروطه بتاعتنا قبل ما نردها تاني على النار. طب لو انت حابه تعملي ما عندكيش لبن، بس لو انت ما عندكيش لبن ممكن تعملي بدل اللبن ده شوربه، بس مش هينفع يتاكل مسكر، لازم يتاكل حادق. لا في حال الشوربه في حاله لو انت هتاكليه حادق، هتاكليه مسكر يبقى لازم تعمليها باللبن قبل ما نردها تاني. احنا دلوقتي نازلين باللبن هنشوفها. هي طبعا ناشفه شويه اه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا طبعا هحط شويه شويه وبعد كده هقول لكم الكميه دي خدت لبن قد ايه. هنقلب قلبي بايدك عشان تجيب من تحت لفوق. ايوه قلبي بايدك كده. بسم الله. سامعين كده الخرفشه؟ اهي الخرفشه ديت لما نحط اللبن المظبوط الخرفشه دي هتروح خالص. احنا هنفضل نزود لبن لغايه لما نحس ان الخرفشه دي راحت منها وتريت معانا. اول ما تطرى معانا والخرفشه دي سامعينها اهي. وفي اللي بيشرب دي ما بيشربش. اه احنا طبعا هقول لكم هي خدت قد ايه، لان طبعا في دقيق بيشرب لبن ودقيق او ميه او دي لا، فاحنا طبعا مش هقول لك مقدار اللبن دلوقتي الا لما نشوف دلوقتي هياخد كميه قد ايه.
لغايه لما الخرفشه دي تروح هنشوف. شايفين يا جماعه خلاص حطينا اللبن لغايه لما بصي ما تسمعيش الخرفشه اللي كنا بنسمعها، شايفين كده؟ بس اوعي تحطي كميه ازيد من اللازم عشان ما يبقاش زي العجينه. شايفين الخرفشه دي كده راحت؟ دلوقتي بقى هرجعه تاني على النار نشوف هياخد قد ايه. طبعا عشان الكميه كبيره هو المفروض الطبيعي بتاخد نص ساعه، لكن ده عشان كميه اكبر والمصفه بتاعتي صغيره ممكن ياخد اكتر. هشوف هياخد قد ايه وهقول لكم ان شاء الله. وخد مني انا اللبن ده كان كيلو لبن، ده اللي فايد من الكيلو، فايد حوالي بتاع اقل من نص شويه صغيرين، يعني ممكن يكون خد نص كيلو لان ما محتاجش لبن كتير. طبعا هنحطها في الحله وهنشوفها مع بعض تاني ان شاء الله. انا كده اهو رديتها تاني بقى في المصفى وهشوفها تاخد وقت قد ايه عشان الكميه كبيره. هشوفها تاخد نص ساعه، ساعه الا ربع، مش عارفه لسه، ان شاء الله هقول لكم خدت قد ايه الكميه الكبيره دي ان شاء الله. وادي يا جماعه بعد ما رديناه المره الثانيه، شايفين عامل ازاي ما شاء الله؟ شايفين ده كده ان بعد ما رديناه واستوى للمره الثانيه كده بقى هنحط عليه السمنه، هنحط عليه السكر، هنعمله بشوربه زي ما احنا عارفين. بس عايزه اقول لكم حاجه للامانه، انا بصراحه المره الاولانيه كنت عاملاه حاطه عليه لبن وزي ما انتم شفتوه كده ورديته ما طلعش حلو. لا قبل ما احطه للمره الثانيه على النار حطيت مع اللبن شويه سمنه ورحت بساهم بيه باللبن بالسمنه ورحت حطاه للمره الثانيه على النار فطلع ده ريحته تحفه 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 تحفه. لكن المره الاولانيه يعني لما انا حطيت اللبن بس عليه ورديته ما طلعش حلو بصراحه خالص. لا قبل ما تيجي تحطي عشان تردي لي المره الثانيه تحطي عليه اللبن، حطي مع اللبن شويه سمنه سيحي او حته الزبده الموجوده عندك وتروحي مقلبه بيه وتروحي مرجعه للمره الثانيه، بيقعد حوالي ساعه الا ربع يبقى. شايفين عامل ازاي؟ جميل جميل جدا وريحته تحفه تحفه. وده كان الشكل النهائي للمسروده بتاعتنا او المخروطه. عايزه بقى تحطي عليها سكر بودر، عايزه تحطي عليها زبيب سوداني اللي انت حباه، عايزه تاكليه بشوربه اللي انت عايزاه كله. شايفين؟ ويا رب اكون قدرت كده وصلت لكم المعلومه وقدرت اقدم لكم طريقه بسيطه ومبسطه وجميله ان شاء الله. واشوفكم في فيديو تاني باذن الله، والسلام عليكم.